المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم. مسافة السكة فين؟ المشكلة فين؟ التهديد فين؟ بيننا وبين التهديد قد إيه؟ مسافة السكة دي هتلاقونا موجودة. مسافة السكة كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خرجت من قلبه لتستقر في قلب كل من سمعها، وتدلل الساعات والأيام على صدقها. فكيف لنا أن تغفو عيوننا وأشقاؤنا في محنة؟ تحت الأنقاض أكثر بكثير، يمكن يفوق 50-70 شهيد تحت الأنقاض لحتى الآن، لأنه صعب انتشالهم. احنا كنا في غزة، بعدين في السرات، بعدين في خان يونس. اخواتي راحوا كلهم، وابني وبنت حبيبتي. يا ريت خديتك في حضني يا ماما، يا ريت خديتك في حضني يا ماما. شهيد، الله اكبر، 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 الله بكل أطيافهم وعلى مختلف انتماءاتهم، فإنه الدم الذي يجري في العروق. ألم تسمعوا عن جدعنة المصريين؟ إن أشقاءنا في غزة باتوا في محنتهم المتكررة، يعانون ويلات القصف والحصار عاماً تلو الآخر، وتظل القضية الفلسطينية القضية الأكبر في حياة كل مصري، يتوارثها أب عن جد ويتعقبها جيل بعد جيل. إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري، ما جعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع. حين كانت الحرب فكنا مقاتلين، وكان السلام فكنا له مبادرين. لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا. في 7 أكتوبر عام 2023 اندلعت الحرب، وقررت إسرائيل قصف وهدم غزة على شعبها، متناسية إنسانية من يعيش فيها. أغلقت الماء والهواء، حاصرت المدينة، وقطعت سبل العيش فيها، وأحجمت عن توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية. نحن متلم متصو مخلط على عير غزة، إن خشمال، إن مزون، إن ميم، إن دلك، הכל סגור. אמרתי שכל מקום שממנו פועל החמאס יהפוך לאיי חורבות. فلا ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا وقود، لينضم مع مرور الوقت الدواء والعلاج لقائمة المحظورات بعد أن قصفت إسرائيل المستشفيات، ويكتمل المشهد الدامي وسط سمع وأبصار العالم.
First of all, it is completely absurd that we in 2023 should have a state army that is threatening to bomb hospital and de facto is bombing hospitals and killing children by the thousands in what is called a war. Now, these threats to the Palestinian civilian hospitals in Gaza is extremely serious, not only because it is illegal according to international law, but it's threatening the lives of thousands of patients, of staff, and not to forget the 12,000 refugees who have taken refuge in Al-Quds Hospital and the more than 50,000 who have taken refuge in the Shifa Hospital. وضعنا جدا جدا مأساوي. النظافة ما في، النظافة معدومة، الروائح بتيجي هنا على الغرفة يعني مش طبيعية، يعني إذا ما رحنا مستشهدين راح نموت بالوباء والأمراض. أقل مقومات الحياة مش موجودة، فراش ما في، يعني إحنا يعني 7 أفراد بننام على فرشة واحدة. قصف ودمار وقتل وتشريد وجوع وفقر أدى بينا أنه نصل لمرحلة نقعد وراء النار نطبخ لأطفالنا ندبر حالنا لأنه الوضع سيء جدا. بعض المرضى يعمل له عملية ويجرى له عملية سريعة ربما من غير بنج أو من غير بنج موضع أو من غير بنج كامل. بنجيب المسافات بعيدة عشان أصل الأكل لأولادنا، طبعا بنصف هنا بالساعتين وبالثلاثة عشان ناخذ الاكل مساعدة الاكل لأولادنا. الحياة حلوة نعيش يا جماعة، بس شاكين بالله ما وصلتوا يا بنت عيال صواريخ كلها وعراسنا الدور وجنا عروسنا الدور وجنا عروسنا. بحكي لهم في ولد ثالث إلي ظلوا يدوروا تلموا هون في المنطقة هذه تحت الأغراض، شالوا لقيت يوسف كان بيستشهد وعندها تمه من هون كان مفتوح والدم. احنا ما فيش ولا مية ولا كهرب ولا اشي ان نشربه عطشانين. من اللحظة الأولى وقفت مصر متأهبة للحالة التي تراها تتطور سريعاً وتنذر بكارثة إنسانية ضخمة. احتشد المصريون ونسوا مشاكلهم وصعوبات حياتهم واصطفوا لتقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين على جميع الأصعدة. وعلى الجانب الآخر كان هناك من يعمل ليل نهار للحشد الدولي ضد الوحشية الإسرائيلية من قبل الدبلوماسية المصرية جنباً إلى جنب مع رجال الدولة للتوصل للتهدئة وإدخال المساعدات عبر شريان الحياة عبر معبر رفح. تكلمتم عن الفلسطينيين من رجال ونساء، المساعدة الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة بدون عوائق. أعرف وأود أن أحيي ما تفعله مصر لسكان غزة اليوم. That's why I prioritized speaking with President Sisi of Egypt early on last week to talk about that, and we will continue to do everything we can to alleviate the humanitarian situation on the ground. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass es so schnell wie möglich einen humanitären Zugang zum Gazastreifen gibt. Die Menschen dort brauchen Wasser, Nahrung und Medikamente. The Egyptian foreign minister has asked again and again for the bombardments against infrastructure to stop so that humanitarian aid could go into Gaza. And here in Egypt with President al-Sisi, and also heard I think a lot of good ideas about some of the things we need to do moving forward, including practical ideas on getting assistance to Palestinians in Gaza who are in need, but also good and important conversations about the future and where we hope ultimately together we can bring this in a much more positive way. It is crucial that humanitarian goods can now go into Gaza via Rafah. And I would like to thank you, the Egyptian government and US partners as well as the United Nations for your efforts in this. وكان لعبور المساعدات الإنسانية إلى فلسطين وجهاً لا يراه أحد وكواليس
لا يتم الكشف عنها، وحكايات لا يعرفها سوى أبطالها، وذكريات تختلط فيها مشاعر الفخر بالقلق. بين طرقات العريش عاش أبطال مصريون مغامرة إنسانية تركت ذكريات لا تنسى. أبطال مصر من التحالف الوطني الذين قادوا جهود الإغاثة، نجوم الإعلام المصري الذين حرصوا على تقديم تغطية إعلامية تتسم بالدقة والموضوعية والنزاهة، سائق الشاحنات الذين لم يترددوا في المشاركة في هذا الجهد، كل هؤلاء حملوا أرواحهم على أيديهم وذهبوا إلى رفح من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين. في معبر رفح كانت هي إحدى المهمات الرئيسية لنا في تغطية الحرب على قطاع غزة منذ اللحظات الأولى ونحن نرصد ما يجري في المعبر. الاختلاف المرة دي عن أي عملية احنا عملناها تانية ميدانية أو عمليات الإغاثة أو المشاركة في تقديم الدعم، إن هي المرة دي السرعة في التنفيذ والبعد الإنساني فيها، لأن إخواتنا في الجانب الآخر في أمس الحاجة للمساعدات وللدعم، وصعوبة المرحلة دي إن عامل الوقت ضاغط جداً لكميات المساعدات اللي بيتم إدخالها للطرف الآخر لإخواتنا في فلسطين. كانت مرحلة صعبة جداً برضو لما أهلي يسمعوا اللي فيهنا حرب تمام وأنا جاي، بس هم لما عرفوا الموقف وعرفوا أن أنا في أمان وفي تأمين بالنسبة لي تمام، بقى الشيء بالنسبة لهم عادي، لأن برضو هم يفرحوا لي أن أنا بساهم في حاجة زي كده. أنا عائلت في مصر، هم عارفهم أن أنا جاي هنا، هم كانوا متأثرين جدا أن أنا جاي في مكان كله ضرب. طبعا فخورين أن أنا بعمل حاجة زي كده، وده حاجة فخر لنفسي ولذاتي برضو يعني بعيد عن أهلي. حاسس بالفخر فعلا، لأن هم مبسوطين أن أنا جيت ومبسوطين أن أنا جيت قبل كده، فبالنسبة لهم الموضوع يعني عادي. خليني أقول لك إن مهما كانت الأعمال الصعبة اللي عملناها قبل كده، فشغلنا هنا هو ليه طبيعة مختلفة تماماً وتجربة يمكن من أصعب التجارب اللي عدينا بيها، ولكن في نفس الوقت هي من أكتر التجارب اللي الحافز بتاعها هو أقوى حافز موجود، وهو إن نقدر نوصل المساعدات دي للجانب الآخر لإخواتنا وأشقائنا في فلسطين أو في غزة تحديداً. كان التحالف الوطني الذي اصطف أمام معبر رفح في قافلة طويلة تضم مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية هو مثال واضح على الإرادة المصرية في تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين. أعد الجميع عدته وحزم حقائبه وانطلق حيث المهمة الأسمى في تاريخه، فكانت خطوته الأولى. وامتدت رحلة التخطيط والإعداد من العاصمة المصرية القاهرة مروراً بالمحافظات المختلفة وصولاً إلى معبر رفح، مع وجود مجموعة هائلة من المتطوعين يقدر عددهم بالآلاف شاركوا في التعبئة والإعداد والسفر. يعني خليني نبدأها بمجرد صدور الأوامر من القيادة السياسية من سيادة الرئيس، كان التجهيز بيتم بأقصى صورة ممكنة. بدأ التجهيز والمتابعة بداية من القاهرة بتحرك العربيات من منتصف شهر أكتوبر ولحد وقتنا حالياً، بمتابعة العربيات وتجهيزها بداية من القاهرة وحركتها في الطريق، متابعتها طوال الطريق وإن هي توصل لنا العريش، وبعد كده حركتها من العريش إلى معبر رفح. هنا جهزنا أول شحنة خلال 48 ساعة، وكانت المعلومة السفر كانت قبلها بوقت ضئيل جداً 6 ساعات نبدأ نتوجه إلى معبر رفح. ده الشحنة الأولى، وباقي الشحنات تتابعاً تم تجهيزها خلال ما أقل من 36 ساعة ل 48 ساعة، بما فيها المرحلة الخامسة التي انتهت بما يزيد عن 570 شاحنة. الترتيب والإعداد للسفر بيبدأ من القاهرة بتجهيز العربيات دي كلها وتجهيز الشحنات بالكامل طبقاً لاحتياجات الجانب الآخر بالأولويات. بمجرد تجهيز الشاحنات بيبدأ إعداد خطة تحركهم وحمولات الشاحنة دي ومتابعتها بداية من القاهرة وصولاً إلى معبر رفح، مروراً بمدينة العريش طبعاً كنقطة متابعة للشاحنات دي، ولو كان فيها أي ضرر حاصل أو أي حاجة حصلت في الشحنة محتاجة إن هي تكون في أفضل وأنسب صورة عشان نقدر نحركها للجانب الآخر. طبيعة المتطوعين اللي كانت موجودة معانا في خلال عملية التجهيز أو عملية تنسيق السيارات خارج الشاحنات خارج نطاق المعبر كانوا نوعين. النوع الأول منهم المتطوعين الدائمين، ودول في وضع النشاط الدائم موجودين مع المؤسسات التابعة للتحالف وأعضاء التحالف،
وفي شق آخر كان متطوعين غير ممارسين وبيمارسوا العمل التطوعي على فترات متباعدة. حاولنا بقدر الإمكان إن إحنا كل الناس اللي حابة تشارك في تجهيز القافلة ومرور القافلة للناحية التانية إن هي تشارك، سواء إذا كانوا متطوعين جدد موجودين معانا أو متطوعين موجودين من المتطوعين القدام. فطبعا كان موجود معانا العناصر دي والعناصر دي. حالة استثنائية من الدعم تلقتها قوافل التحالف من كل أطياف الشعب المصري، دعم منحهم حافزاً جديداً، مساندة دفعتهم لاستكمال المشوار، وترحيب جعلهم يشعرون أن كل المصريين يقفون وراءهم يساندونهم في مهمتهم الوطنية. ردود فعل الناس لاحظناها من أول يوم لاصطفاف الشاحنات في نقطة اصطفاف في القاهرة، ودي كانت أول يوم السيارات والسادة المواطنين وهم بيعدوا كانوا في فرحة عارمة وكانوا بيصوروا القوافل وينزلوا يتصوروا مع المتطوعين ومنسقين المؤسسات أعضاء التحالف ومنسقين التحالف الموجودين مع الشاحنات المصطفة، وكانوا في حالة من الفرح، والكثير منهم عرض على الأعضاء المتواجدين بجوار الشاحنات المساهمة إما بالتبرع المالي أو بالتبرع العيني للقوافل القادمة والتالية ليها. دي كانت أول مرحلة. المرحلة الثانية على خط السير من القاهرة وحتى معبر رفح كان كافة المواطنين إما من البلكونات أو من الطرقات أو من سيارتهم على مدى خط السير بالكامل، كانوا إما عن طريق التعبير عن طريق الكلاكسات السيارات أو عن طريق الهتاف بالأيدي أو بالصوت للسيارات الشاحنات وهي في طريقها إلى معبر رفح. فكان ده بيمثل لينا رسالة من المواطنين إن هم يدعموا الحركة بتاعة الشاحنات لمعبر رفح. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وإحنا في نطاق منطقة سيناء أول ما دخلنا شمال سيناء مرورا حتى معبر رفح، كان الأهالي بيحاولوا يوقفوا العربيات ويدوها أغذية ومشروبات دعما ليهم في طريقهم للمعبر، وكانوا في غاية من السعادة لأن يقطن شمال سيناء إما العالقين كانوا موجودين وكانوا في حالة من السعادة، كانوا يوقفونا ويوصلوا للسوائل رسائل دعم يوصلوها لإخواتهم في فلسطين بعد المعبر. وكانت مجموعة أخرى من الأهالي كانوا بيجوا يساعدوا المتطوعين في إعداد وتنسيق الحمولات ومراجعتها قبل دخولها من حرم معبر رفح. وخلال هذه الرحلة الإنسانية تكونت روابط صداقة بنيت على تجربة نادرة ما تتكرر، صداقة من نوع خاص، صداقة يعتمد فيها كل طرف على الآخر في لحظات قد تفصل بين الموت والحياة. أنا أعتبر في نص المسافة بتاع الصف اللي قدام المعبر، اللي في آخر الصف بيتواصل معي، يعني كلنا متواصلين مع بعض على اتصال على طول، اي حاجه بنبقى مع بعض على التليفونات على طول. احنا كسواقين بنبقى زملاء مع بعض، كتفنا في كتف بعض، لو حد تعبان بنشيله، حد محتاج حاجه بنديها له، كلنا بنبقى واحد هنا. في شغلانتنا دياتي اي صداقه بنعملها بتفضل مستمره بينا، لان احنا بنحب بعض وبنساعد بعض واقفين جنب بعض. لكن جهود الاغاثه المصريه واجهت عقبة حالت دون الوصول لغزة. تم قصف معبر رفح 4 مرات على الجانب الفلسطيني من قبل القوات الإسرائيلية. مما أسفر عن إغلاق المعبر وحال دون عبور المساعدات. We've had news of an Israeli airstrike on the Rafah crossing on the border with Egypt. في الأثناء أفادت مصادر فلسطينية ومصرية بحدوث ضربة جوية قرب معبر رفح الحدودي بين غزة وسيناء. Crucial Rafah crossing into Egypt remains shut after a ceasefire failed to materialize today. Indeed, this evening that very crossing was itself hit by an airstrike as Israel continues to trade fire with Palestinian militants. نتابع مع حضراتكم هذه اللقطات الخاصة بالقاهرة الإخبارية التي سنتابع فيها هذه الصورة كما تردنا لعملية قصف جديدة طالت. هذه هي الصورة كما تتابعونها الآن، القصف مصور بهذا الشكل بهذه الصورة على هذا النحو، هذا هو معبر رفح في الجانب الفلسطيني عند قطاع غزة. في تلك اللحظات لعبت التغطية الإعلامية المصرية دور البطولة في تقديم الصورة كاملة دون تزييف أو تدليس، وهو الدور الذي تولت مسؤوليته
محطة القاهرة الإخبارية. دائما إسرائيل يعني لديها الآن يتم استهداف البرج السكني الذي تحدثنا عنه. بشير، إذا كان تحركك من المشهد أكثر أمانا لك أرجو أن تتحرك. التي تحولت إلى مصدر الأخبار الأكثر موثوقية للعالم بأجمعه. العمل في معبر رفح في ظل الظروف اللي احنا فيها دي بيحتاج دقة شديدة جدا في المعلومة، لأنه خاصة ان احنا القاهرة الإخبارية أخذنا على عاتقنا منذ اليوم الأول لخروج القناة إلى النور فإننا نكون على معلومة دقيقة جدا، بنقدم معلومة دقيقة، بنقدم تغطية متوازنة وموضوعية، ايضا بنسعى الى تحقيق وتفهيم الناس المشهد نفسه. لذلك معبر رفح انت مش بتتكلم بمعلومه فيها جزء ولو صغير من الشك، لابد ان المعلومه تكون مؤكده، لابد ان الارقام تكون صحيحه، لابد ان الصوره تكون واضحه بكل شيء ممكن. لذلك دائما نهتم بان المعلومه تكون من مصادرها بشكل مباشر وليس من اي شيء اخر. كذلك الارقام دقيقه، يعني نتحدث بدقه شديده جدا لانك في النهايه تنقل المشهد للعالم كله، والعالم كله أنظاره تتوجه إلى معبر رفح. وكانت الأحداث تتوالى بسرعة ومصر تسابق الزمن من أجل توصيل المساعدات لفلسطين، وجهود الإغاثة معطلة بسبب القصف الإسرائيلي. في تلك اللحظات الحرجة رفع شباب التحالف شعار مرابطون حتى الإغاثة من أجل الضغط لمرور المساعدات الإنسانية. في ظروف صعبة تضمنت العيش في خيام والنوم في السيارات وأحياناً على الأرض مع بعض المفروشات البسيطة، كان ذلك كله تحديات لم تثني شباب التحالف عن المهمة الرئيسية وهي إدخال المساعدات. لكن المصريون اعتبروا هذه التحديات مجرد عقبات من السهل تخطيها، بل يجب تخطيها، فالهدف أسمى وأهم من أي تحدي. يعني لو بدأنا بتحديات الجو زي دلوقتي في الوقت اللي احنا بنصور فيه، تحديات من وجودنا على الحدود طبعا، وان معظم الخدمات يمكن تكون مش طبعا بقربنا للمدينة او كده، نقطة الحافز في ان احنا نوصل الحاجات دي لاخواتنا واشقائنا في الجانب الاخر يمكن هو الحافز الاساسي بالنسبة لنا اللي بيخلينا نعدي تحديات كتير، منها الجو ومنها بعض الخدمات. بطبيعة طبعا وجودنا على بوابة مصر الشرقية في مكان حدودي زي ده من حاجات كتير، ولكن هو اهم شيء بالنسبة لنا هو مرور المساعدات او العربيات باكبر عدد ممكن وباسرع صوره ممكنه عشان نقدر نوصل الحاجات دي لاخواتنا الناحيه الثانيه. بالنسبه للتحديات، كان التحدي الاول هو العامل الزمني لاعداد وتجهيز كافه الشحنات اللي متوجهه من القاهره ومن مناطق متفرقه في الجمهوريه الى معبر رفح، وتنسيق مرورها لمعبر رفح ده كان جزء كبير جدا من التجهيز في وقت ضيق وضاغط بدرجه كبيره جدا، بالاضافه الى تنظيم دخولها وتفويجها الى حرم المعبر ثم مرورها من المعبر الى اخواتنا في فلسطين، ان هم يقدروا ان هم يستفيدوا من تلك المساعدات في الوقت اللي هم محتاجينها فيه، بسبب ان الشحنات دي كانت متنوعه، في منها أدوية ومستلزمات طبية ليها مدى صلاحية معين خارج نطاق تنظيمي أو نطاق حفظ ليها معين، بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية اللي ليها معدل تلف مبكر زي الخضروات والفواكه وما شابه ذلك. فده كان عامل زمني ضاغط جدا إن احنا نجهز السيارات دي وندخلها في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى عامل الجو اللي بدأ أنه يضغط علينا في أوقات معينة نقدر نشغل فيها فبنكثف فيها الجهود، في اوقات تانية كان المطر والسيول بتبدا ان هي تمنعنا من عمليه التجهيز والعبور، فكنا بنكثف ونضغط الشغل في اوقات توقف المطر. حافز ان العربيات تعدي للناحيه التانية ما كانش حافز واحد الحقيقي، ولكن يعني الحافز الرئيسي بالنسبه لنا هو ان احنا نكون يعني على قدر المسؤوليه طبقا لتوجيهات القياده السياسيه بان احنا نمرر اكبر عدد ممكن من الشاحنات او اكبر عدد متاح لاشقائنا في الجانب الاخر في غزه طبقا لاحتياجاتهم. كانت التحديات كبيره
الحرب. عنصر الزمن الضاغط، الظروف الجوية الصعبة، إغلاق معبر رفح من قبل الجانب الفلسطيني بفعل الضربات الإسرائيلية. أطلق الاعتصام حملة عالمية تدعو من أمام معبر رفح بضرورة السماح بدخول المساعدات من مصر إلى غزة. فلسطين! 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 These trucks are not just trucks. They are a lifeline. They are the difference between life and death for so many people in Gaza. And to see them stuck here makes me be very clear. What we need is to make them move. To make them move to the other side of this wall. To make them move as quickly as possible and as many as possible. القضية الأساسية الآن هي دخول هذه المساعدات. ساعدونا في الإعلام الغربي على أن تدخل هذه المساعدات. من غير المعقول أن قطاع غزة الذي كان يدخل إليه يومياً 500 شاحنة في زمن الحصار حتى يكفوا الحد الأدنى من احتياجات سكانه، كل ما دخلوا في خلال 25 يوم من القصف 250 شاحنة. هذا هو الأهم. Palestinians in the Gaza Strip are becoming more desperate every day in the search for bread and other essential foods. We are already starting to see cases of dehydration and malnutrition, which is increasing rapidly and by the day. So Gaza actually risks sliding into hunger hell without fuel and rapid surge in food supplies. Ya Rab! Ya Rab! Ya Rab! Ya Rab al-Izza! Ya Rab! Ya Rab al-Izza! Ansur kull ahali Gaza! Ansur kull ahali Gaza! وتم تنظيم وقفة احتجاجية في 18 من أكتوبر بالملابس السوداء لمطالبة شعوب العالم بالضغط على حكوماتهم لوقف القتل في غزة ودخول المساعدات الإنسانية. افتح المعبر! افتح المعبر! افتح المعبر! افتح المعبر! كما أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دخوله في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح حتى يتم فتح المعبر لدخول المساعدات للأشقاء في غزة بشكل فوري وعاجل. لحظات الحزن بالنسبة لنا اللي عدينا بيها هي فترة التوقف الذي سبق أول شاحنة دخلت لقطاع غزة وإحنا قريبين من المعبر وبنسمع صوت الانفجارات. وتوجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي باعتباره صوتاً للمجتمع المدني في مصر بأشد عبارات اللوم للمجتمع الدولي والذي يصر على غض الطرف واتباع مبادئ ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة. الحزن بالنسبة لي ان انا ليا اصدقاء كتير جدا جوا فلسطين، كنا كل يوم بنتابع معاهم الوضع اول باول، بنتابع معاهم احتياجاتهم بالكامل، وكنا بنسبق بيها الاحداث ان احنا ناخد منهم قائمة احتياجات ما بعد 4 أو 5 أيام علشان نعمل على تحضيرها ان هي توصل لهم في الوقت اللي هم يكونوا محتاجينها فيه. فلحظة قلق دايما على اصدقائك واخواتك اللي جوه اللي انت يربطك بيهم مع يعني صداقة مباشرة او اخوة مباشرة، فكنا في وضع قلق دائم او حزن دائم على اللي بيحصل عندهم، وهم بيتبادلوا معانا صور او فيديوهات ما يحدث في الداخل، فالوضع كان غير انساني بالمره، وده طبعا يسبب الحزن لاي انسان طبيعي بعيدا عن اي دين او سياسه او ما يفرق البشر ببعضه. لحظه الحزن يمكن متكرره كانت مع كل صوت بنسمعه لضرب او صواريخ او مدفعيه موجوده الناحيه الثانيه، اكيد ده كانت كل اللحظات دي حزن بالنسبة لنا. لحظات السعادة بتبقى بالنسبة لنا هي كل لحظة بنقدر نعدي فيها شاحنة للجانب الآخر. استمر الضغط المصري وتحركت الدبلوماسية المصرية من أجل فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات. مهم جداً جداً أن احنا نخفض التوتر وأيضاً نيسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، لأن النهاردة احنا بنتكلم على قطاع محاصر لا في مية ولا في كهرباء ولا في وقود،
والنهارده ابتدت في ازمه خبز تتمام. وحاول الجميع التمسك بالامل. احنا ما فقدناش الامل، احنا صبرنا كتير ان احنا ندخل للناس ديت المساعدات اللي احنا جايبينها، وبنشكر اي انسان ساعد وساهم في قلب المساعدات بتاعتنا. المصاعب كانت بالنسبه لنا اللي هو اول مشوار بالنسبه للوقفه اللي احنا وقفناها هنا، تمام، بس الحمد لله التامين بتاعنا سهل لنا الامور الحمد لله، وتوكلنا على الله عتقنا، وكانت حاجه كويسه بالنسبه لنا. يعني زعلان طبعا ان هو بيجي يقف، الواحد عايز يجي ينزل الحاجه لاخواتنا وينزل يحمل حموله ثانيه ويجي لهم ثاني. الوضع عندهم ما يستحملش ان احنا نقف هنا، ربنا يكون في عونهم. فقدتش الامل لان انا عندي الامل واسع، لان انا عندي الامل ان انا اساعد اخواتنا الفلسطينيين. وبالفعل في 18 من اكتوبر تم الاعلان عن السماح بدخول اول قافله للمساعدات الانسانيه لغزه، وبدا العد التنازلي في دخول اول اغاثه، اول مساعده، اول عون، اول شريان حياه يمتد من القاهره لفلسطين. في 21 من أكتوبر تعلقت عيون الشباب المصري المرابط أمام معبر رفح في انتظار تلك اللحظة التي طال انتظارها. تخيلنا مدى احتياج الجانب الآخر للعربية اللي داخلة دي، بأن احنا قدرنا نمرر أول شاحنة، واللي بدأ من بعدها سيل الشاحنات البادئ من القاهرة وصولا لمعبر رفح مع تتابع دخول العربيات. طبعا كان شعور لا يوصف بان احنا عارفين مدى احتياج اشقائنا في الجانب الاخر للعربيات دي، فاكيد كنا كلنا في اقصى درجات السعاده بمعنى اصح. لحظه دخول اول شاحنه من معبر رفح لاخواتنا في فلسطين دي كانت لحظه فرح عارمه جدا مرينا بيها كلنا. فرحه سكنت القلوب وذكريات عالقت بالاذهان وابتسامات ترحيب لا تزال باقية في الذاكرة. هذا بالاختصار كان المشهد مع دخول أول قافلة إغاثة لغزة عبر معبر رفح المصري. مشهد رسمت فيه ابتسامات الأطفال وترحيب الأمهات وامتنان الرجال، لوحة أخوة ممتدة على مدار التاريخ ما بين مصر وفلسطين. كنت فرحان جداً أنني مدخله المساعدات بتاعته، ان انت بتساعد روح ان هي تحتاج. بصراحه يعني الواحد كان حابب ان هو يروح ويرجع على طول، الوضع هناك يستحق ان احنا ما نسيبهمش. تامين سهل لنا الامور اللي احنا دخلنا من معبر رفح لمعبر للجانب الفلسطيني، وعتقنا الحمد لله ورجعنا بسلام الحمد لله. أول مشوار أنا جيت فيه هنا وشفت الفرحة في عينين إخواتنا الفلسطينيين اللي إحنا بنساهم معاهم في محنتهم اللي هم فيها. الواحد بصراحة بيبقى فرحان لما يكون دخل عند إخواتنا وبوصل الحاجة لهم. أول ما دخلت الجانب الفلسطيني نزلت المساعدات ومشيت، دي كانت أول فرحتي. فرحة الناس لما كنا ندخل إلى الجانب الفلسطيني بنشوف فرحتهم والمساعدات بتوصل لهم بعد فترة طويلة من الغياب، فبالتالي انفراجة وتشعر بقيمة النعم اللي انت بتمتلكها في أرضك من أمن وأمان، وأيضا من توفر كل حاجة انت ممكن تطلبها هي موجودة، فبالتالي ده مشهد بيخليك تتعلم حاجات كتير. وقف العالم يتابع الشباب المصري بعد انتصاره في معركة الإغاثة، وكانت القوافل المصرية التي تمر عبر المعبر شهادة جديدة على هذا الرابط الإنساني الذي يحرك جانبي المعبر، رابط وصفه العالم بشريان الحياة الرمزي. Today 20 trucks were allowed to move across the border, all containing emergency supplies, three of which were WFP trucks, I'm happy to say, containing life-saving food on board. What we plan to do is distribute that, but this cannot be the last convoy. We need to have sustained, safe access to be able to get our trucks across the border so that we can feed the millions of people that are depending on emergency food. Rafah
crossing has been the symbolic lifeline for the last month for the 2.3 million in Gaza. A 20-truck convoy of the Egyptian Red Crescent is moving today. And I want to express my deep gratitude to Egypt for the essential role Egypt is playing in this regard. توالت الجهود المصرية. استمر تدفق القوافل المصرية وامتد شريان الحياة المصري لكل بيت في غزة. قدم المصريون وحدهم 3/4 المساعدات مقابل ربع قدمه العالم كله، وتحول مطار العريش إلى مركز حيوي لاستقبال المساعدات الإنسانية. Egypt has designated Al-Arish Airport in the north of Sinai as a logistical hub. So here we are also working to support and increase the logistic capabilities of this hub. We are here at Al-Arish Airport, where urgently needed supplies are arriving as we speak. UNICEF has already had several plane loads of water, medical supplies, hygiene kits, sanitation kits that are already making their ways across the border into Gaza. We're working closely with the Egyptian Red Crescent, with the support of the Egyptian government to get those supplies across the border. رسالة كافة أعضاء التحالف الوطني لعمل أهل التنموي لإخواتنا في فلسطين، من أول الأزمة وحتى نهايتها بإذن الله هنحافظ على نفس الكثافة، هنحافظ على نفس التدفق، هنفضل في ظهركم لحد آخر لحظة، وبدعم غير محدود وغير محدود لا الكم ولا النوع. وده كان وفقا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية مباشرة، إن احنا ندعم إخواتنا في قطاع غزة بكافة احتياجاتهم دون حد أقصى للمساعدات أو الدعم الإنساني والمادي والمعنوي. وده اجتمع عليه كافة أعضاء التحالف لتنفيذ هذا التوجيه، وبدافع إنساني وبدافع تنظيمي. وتوالت المساعدات والإمدادات والإغاثات الإنسانية من القاهرة لغزة، من مصر لفلسطين، من شعب لشعب شقيق. واستمر شريان الحياة ممتد ليضمن أن القلب الفلسطيني ينبض بالحياة وصامد في مواجهة العدوان. بدأت مصر في استقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين. هذا الخبر العاجل الآن، حيث تقرر فتح منفذ رفح البري غدا لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين. واحدة من المشاهد المهمة كانت لطفل، يعني ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعلاج في مصر. احنا المصريين طيبين، احوى يا شيخ ايش في عمي، انا رجلي صعب على رجلي، هي كل شيء 100%، ليش صعب على رجلي؟ من العطل كل شيء، خلينا امشي لكن الجبل. انا بدي اطلع على مصر، انا بدي رئيس السيسي يطلعنا مصر. الحمد لله هي اجت مناشدة وصلت، هي انا طلعت على مصر. لبيت الدعوة تماما، والنداء والاستغاثة قد لبيت من الجانب المصري سريعا.
شفنا يعني سيارات الإسعاف وهي تحمل الطفل وتنتقل به إلى إحدى المستشفيات المهمة في مصر ليعالج فورا على نفقة الدولة المصرية. والطفل قد فقد أبواه وأيضا إخوته في هذه الحرب ولم يبقى له أحد إلا خاله فقط، فبالتالي استماع الرئاسة المصرية لنداءات الأطفال في قطاع غزة وسرعة الاستجابة لهذه النداءات هو شيء إنساني مهم الواحد يعني بيرصده في معبر رفح. كنا صراحة في البداية يعني حالتنا صعبة، والحمد لله خشينا المستشفى ونعمل لنا اللازم ودخلنا عمليات وبفضل الله يعني وبجهود الإخوة في مصر كانت النتائج والحمد لله الأمور تمام. أكتر كلمة بسمعها هنا ألف مرة في الدية إنه عاوز حاجة محتاج حاجة هنخدمك هنعمل لك هنسوي لك، أنا والله ما حد مقصر ومش مقصرين معنا خالص الحمد لله. الشيء اللي أدهشني تهافت طواقم الطبية على المصاب، كل التخصصات تقف على المصاب يعني وتفحصه فحص تام. الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكور إنه سمح لنا بالعلاج في مصر، حن رئيس علينا لأنه حس بجرحنا. معبر رفح احنا فاتحينه بصفة مستمرة للتخفيف من آثار الحالة اللي بيعيش فيها القطاع، عربيات الإسعاف بتاعتنا والأدوية وكل شيء ممكن يساهم في تخفيف الحالة بنعملها. تحيا مصر. وتابع العالم دخول الأطفال الرضع المبتسرين في مشهد لا ينسى. خليت عن طفلتي لمدة 40 يوم، اليوم عرفت إنه بنتي عايشة من بعد 40 يوم فراق، لا بعرف إنه اليوم عرفت إنه بنتي عايشة. كان المنظر يرثى له، يعني الأطفال عليهم رمل تراب، وصلوا المستشفى بيحكوا احمدوا الله إنه أطفالكم وصلت إنها عايشة، ما تسألوا أي شغلة تانية. أول مرة أشوفهم من بعد عملية الولادة في 11/10 هي اليوم تمكنت إن أشوفهم والحمد لله كانوا بصحة جيدة. بعد ما وصلت هنا والحمد لله يعني قبل ربع ساعة اتوجهت على قسم الحضانة، يعني طفلتي أنا بحكي الحمد لله رجعت التنفس طبيعي، كانت الحالة طول الطريق البنت خايفة تعيط. توجهنا على مصر وفي الإسعاف أخذونا وتوجهنا وهنا في مستشفى العريش العام. تم نقل الأطفال بشكل كتير سليم وجيد، يعني تم وضعهم كل واحد في حضانه والحمد لله طمنهم هلأ بخير يعني، والحمد لله بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الكبير اللي قدمه للشعب قطاع غزة. نشكر الحمد لله أنه استقبلنا واهتم في بنتي. وكان اتفاق الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى فصلاً جديداً من فصول الدعم المصري. From the earliest days of this crisis, I've worked closely with President Sisi of Egypt, the Israeli government, King Abdullah of Jordan, and leaders throughout the region to expand the delivery of critical humanitarian assistance to help innocent Palestinians in need. We're not part of Hamas. Under this deal, fighting in Gaza has now been paused for 3 days. But I want to thank the government of Egypt at this point for facilitating access. Thank you very much. I'm very grateful to President al-Sisi for having invited me to come to Egypt and witness the humanitarian aid operations unfolding here in Al Arish and at the Rafah border crossing. And I want to end by expressing my deep gratitude to the people and the government of Egypt. Egypt is today the fundamental pillar that allows hope to exist on that side of the border. هنا لعب الإعلام المصري دوره على نحو أثار إعجاب العالم، وتحولت شاشة القاهرة الإخبارية إلى شاشة عالمية ينقل عنها العالم بأسره تفاصيل المشهد بشكل عام وتبادل الأسرى بشكل خاص. وقدمت القاهرة الإخبارية تغطية فريدة ومتابعة متميزة ولقطات حصرية، كل ذلك في إطار من الموضوعية والنزاهة. ومن جديد عادت بوصلة الإعلام العالمي تتجه صوب القاهرة عاصمة الخبر، وأصبحت جملة نقلاً عن القاهرة الإخبارية
القاسم المشترك بين كل محطات العالم. Here they are too in a video shot by the Egyptian state TV network Al Qaira News, showing them inside ambulances receiving medical treatment near the Egypt-Gaza border. These are live pictures. This is the first time we're seeing that right now. Egyptian television has aired footage of the women being transferred to ambulances at the Rafah crossing between Gaza and Egypt. Their families are grateful for their release. ومع الاتفاق بدأت محطة جديدة من المساعدات تضمنت عنصراً حيوياً طال انتظاره وهو الوقود. فور دخول أول شاحنة تحمل الوقود لقطاع غزة وإخواتنا هناك إن هم يبدأوا يستكملوا عملية دخول المساعدات. وخلال هذه المهمة كان هناك لحظات لا تنسى. فكرة إنه العودة أهالي قطاع غزة الذين كانوا في مصر إلى القطاع مرة أخرى، رأينا يعني سيدة عجوز سنها تقريبا أكثر من 70 سنة وهي مصرة للعودة إلى قطاع غزة، وكانت تحمل لعب أطفال أحفادها وتقول لنا بأننا لن نترك أرضنا ولن نتخلى عنها. هذه مشاهد كانت مشاهد لها تأثير فعلي علينا إنسانيا. لحظة إطلاق القافلة الخامسة والتي تجاوزت أكثر من 570 شاحنة تحركت من القاهرة إلى معبر رفح فور إشارة السيد رئيس الجمهورية بتحركها من القاهرة لمعبر رفح. على بركة الله، على بركة الله، قافلة مصر إن شاء الله تصل إلى أشقائنا في فلسطين في قطاع غزة. على عهد حناديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دم فلسطيني فلسطيني فلسطيني. كإنسان كل المشاهد على أرض معبر رفح مؤثرة، كلها ليها ذكرى معايا، لأنك أنت يا إما بتشوف واحد كان في مصر وراجع ومصر أنه يرجع تاني لبلده، فده تحدي على الرغم أن في حرب لكن هو مصر. ده بيعلمك إزاي تتمسك بأرضك مهما كان الأمر. من شعب مصر الحبيب لشعب فلسطين الصامت، من شعب ذاق الحرب واسترد الغالي والنفيس، لشعب يكافح بضراوة لاسترداد حقه الأصيل. مستمرين هنا على معبر رفح لحين انتهاء الأزمة. رسالتي للشعب الفلسطيني يعني ربنا يكون في عونهم، بقول لهم ربنا فوق، ما فيش أعلى من ربنا. فلسطين العزة، فلسطين الأبية، فلسطين الكرامة، فلسطين التي ستظل في قلب مصر النابض حتى تنال حقوقها. وقد كان قراري حاسماً، وهو ذات قرار مصر دولة وشعباً، بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين. فمصر قد كتب تاريخ كفاحها مقروناً بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني. فتحيا مصر شقيقة كبرى تفترش السماء بجناحها لتظلل أشقاءها العرب، شاء من شاء وأبى من أبى. تحية من قلب الأمة، من قلب مصر إلى قلب فلسطين.